أغرب 10 قطع أثرية في المتاحف حول العالم: عضو ذكري لقائد عسكري ومخ عالم شهير. مرحبا. تعتبر المتاحف هي المكان الطبيعي للاحتفاظ بالقطع النادرة والأثرية. وبعيدا عن المتاحف التقليدية، هناك متاحف من نوع خاص تتسم بالغرابة، ونستعرض في هذا الفيديو أغرب 10 قطع أثرية في المتاحف حول العالم. يحتوي متحف كلية الطب بباريس على جمجمة الجاسوسة متا هاري، والتي كانت أهم وأشهر جاسوسة في القرن 20، فقد خدعت فرنسا وألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. احتفظ الجراح ويليام دانلوب بجثة سارة بارتمان حية في متحف بإنجلترا، وكان سبب احتجازها في المتحف هو حجم مؤخرتها العملاقة. تحتفظ ألمانيا بجمجمة السائر التنزاني ميكو آوا في متحف برلين، وكبد ميكو آوا الجيش الألماني خسائر كبيرة خلال احتلال تنزانيا، وبعد حصار قريته قتلوا وأرسلوا رأسه إلى برلين وتم عرضها في المتحف. تحتفظ عائلة أمريكية بقضيب الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت، فبعد وفاة نابليون تم نزع قضيبه وتسليمه إلى أحد الكهنة، وتناقل بين عدة أشخاص. وفي عام 1927 تم عرض قضيب نابليون في متحف الفن الفرنسي، وفي ظروف غامضة استقر في أيدي أسرة مواطن أمريكي حتى الآن. يقبع نصف مخ تشارلز باباج مخترع الكمبيوتر في متحف العلوم بلندن، ويوجد النصف الآخر بمتحف هنتيريون داخل كلية الجراحين في لندن. وأوصى باباج بالحفاظ على مخه بعد وفاته شريطة استخدامه في خدمة العلم. يعرض أحد المتاحف الإيطالية رأس طبيب التشريح أنطونيو سكاربا. كان سكاربا مكروها بشدة بسبب غطرسته وقبوله الرشاوة، وبعد وفاة سكاربا فصل زميله أجزاء من جسده دون أسباب واضحة، وزعم زميله أنه فصل رأسه لاستخدامها في اكتشافات العلمية. تم عرض رأس سكاربا في متحف إيطالي وأعيدت للجامعة بعد ذلك. بعد وفاة عالم الفلك جاليليو جاليلي، تم سرقة 3 أصابع وأسنانه، وحصل متحف تاريخ العلوم بإيطاليا على إصبع واحد، والباقي احتفظت به عائلة إيطالية. وفي القرن 20 اختفت أصابع وأسنان جاليلي، وفي عام 2009 ظهرت أجزاء جاليلي وتم وضعهم في متحف جاليليو. طلب الفيلسوف غريب الأطوار جيريمي بنثام الاحتفاظ بجسده بعد وفاته، وكان السبب وراء طلبه رغبته في حضور حفلات أصدقائه بعد وفاته. وتم عرض جثته في متحف في جامعة لندن بعد استبدال رأسه الحقيقي بنموذج شمع. سرق عالم الأمراض توماس هيرفي دماغ أينشتاين بعد وفاته، وسمحت أسرة أينشتاين بالاحتفاظ بالدماغ بشرط استخدامها في العلم. قام هيرفي بتقطيع دماغ أينشتاين إلى 1000 شريحة وإرسالها لعلماء الأمراض. حصل الدكتور ويليام إهريش من فلادلفيا على 46 شريحة وعرضهم في المتحف.